اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من المجري. انا بصراحه مش عاوز اخلص، هم في الاعداد كل شويه يقولوا الوقت ومش الوقت، هم تبلي الاعداد عندنا كده وجوه الاخراج عاملين لنا قلق. هتقول ايه للدكتوره وسام؟ انا شايف يا دكتور سامي قبل ما يعني ما حضرتك تجاوب، كل الناس اللي اتكلمت عن حب وحب صادق جدا بينك وبينهم. مش بيقول دايما من القلب للقلب؟ نعم رسول، عايز اقول لك كل هؤلاء الناس تعاملت معهم سواء كنت استاذهم او زميل ليهم من هنا من القلب، وده اللي هنتحاسب عليه. ايوه. حاجه تانية، لما جيت عميد اول يوم او بعد اسبوع جات لي دعوه لحضور مؤتمر دولي. فجبتهم قلت لهم بقول لكم ايه، انا سافرت كتير، ما تيجوا تشوفوا لنا زميل من الزملاء اللي ما سافرش حتى حضور رحبانها، خلوه يخرج بره. وهو كان عصبي شويه زميلنا دون، وخلوه ينفس عن نفسه. فجبته مجلس كليه قلت له يا دكتور فلان، انا جات لي الدعوه دي بس انا متنازل عنها ليك، تسافر والجامعه هخلي الكليه كمان تساند معاك لان انت هتبقى ضيف على المؤتمر ما تدفعش حاجه. نعم. عايز اقول لك زمايلي كانوا مستغربين قوي. انا طلعت قرار يا كابتن مصطفى وانا عميد الا يصرف لي مكافاه جنيه احمر فوق مرتبي. أنت عميد، وإذا كان هناك من مكافآت توضع في صندوق عاملين للعاملين أو للطلاب مسبقات. ليه؟ كان عندنا الشعب الإنجليزي دي بمصاريف. أنت أول واحد أنشأت الشعب الإنجليزي؟ وأنا شاركت كويس كده. هنا السؤال يا كابتن مصطفى، وكانت دكتورة ماجي ودكتورة منى سابقيني فيها الحقيقة، هنا السؤال كان إيه؟ لو النهارده طالب دخل الشعب الإنجليزي ووالده تعب أو توفى، بيدفع مصاريفه هيكمل ازاي؟ فعملنا الصندوق ده. عشان كده بقول لك لما بتعمل من قلبك الخير، لانه كابتن مصطفى انا بعد ساعات بتحصل معايا مواقف تخليني ابكي من عطاء ربنا الذي هو اكبر مما استحقه. ربنا يدي لك على قد نيتك ويدي لك الخير كله. الحمد لله. ايه تبكي ولا ايه؟ لسبب، لانه يا كابتن مصطفى اصل في حاجات حصلت في حياتي ما بصدقش. يا رجل ازاي تبقى يوم خميس تعمل حاجه يوم السبت تلاقي اللي انت عملته اربع اضعاف؟ مش بتكلم كلها فلوس، اربع اضعاف دعوات ناس. ما هو ده كرم ربنا على الانسان. يا ودي رحمته. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فكلمت علي جمعه قال لي بس بشرط يا عم الدكتور. قلت له ايه؟ قال لي سواء بالمنع او بالمنح. يا سبحان الله. قال لي الرضا بالاثنين. مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه قال لك افرح من اللي بيطلع من جيبك وما تفرحش باللي يخش في جيبك. بالظبط كده. طبعا. لانك ما تعرفش انت بتدفع، ما تعرفش مقابله ايه عند الله. انت لما بتيجي تعمل اعلان، الاعلان ده انت بتبقى مستهدف فيه الجمهور، وايه العوامل اللي ممكن كاستاذ ودكتور في الحته دي اللي بينجح الاعلان عشان يبقى فيه اقبال عليه من الجمهور؟ القاعده في حياتي انا حاططها على صفحتي يا كابتن مصطفى. نعم. بتقول ان اردت ان تؤثر في الناس ابدا من عند الناس. ابدا من عند الناس. ازاي؟ كيف يفكر؟ ماذا يحب؟ ماذا يتمنى؟ مزاجي العام، ما الذي يؤثر فيه؟ ما الذي يحركه؟ نعم. وده سببه يا كابتن مصطفى سواقتي للتاكسي. سواقتك للتاكسي؟ انت سوقت التاكسي؟ نعم يا فندم. وانا معيد، والدي مرض ولم يكن لدينا دخل، فنزل اعلان في السعوديه طالبين معيدين لقسم الاعلام في جامعه الرياض. نعم. رحت لعميد الكليه قال لي اطلع على عينك، انت معيد هتسافر ازاي؟ مش من حقك، ولا انت متجوز تطلع مرافق للزوجه. نعم. تقول لازم اسافر يا دكتور عبد الملك. قال لي تقدم استقالتك بس ممكن ترجع الشغله تاني لو قبل الاستقاله ما يكون مر عليها سنه ولو بشهر. لان انت متعين بامر تكليف. نعم. تقول استقالتي. سافرت السعوديه، اكرمني الله، بعتت لاهلي احتياجاتهم، وعدت بعربية ماركة معينة في الوقت دون اللي كان يركبها يبقى باشا. اتمنظرت بيها أسبوع ثم قلبتها تاكسي، وكنت بطلع علينا بطشية بالليل من 8 بالليل ل 8 الصبح. التاكسي ده سيبك إني كنت مرزق لأن كان شكلي نضيف، فاللي كان يركب معايا
يعني يحب يركب معاه. يعني واخد باله ان انا مش سواق تاكسي عادي. الاغاني بتاعت حمو بيكا وبتاع وكلام. لا 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 وحاجه ثانيه كمان ايه؟ كان مثلا يقول لي هتاخد كام؟ اقول له العداد. يقول لي في عداد اسمها العداد حاجات كده. فغير اني كنت مرزق التاكسي ده كابتن مصطفى اللي بيشتغل سواق تاكسي يمكن ان يكون اديبا ومؤرخا طبعا وفنان. بيشوف العجب بيسمع قصص يا كابتن مصطفى طبعا تفوق. عشان كده هم اللي علموني القاعده دي، ان اردت ان تؤثر في الناس ابدا من عند الناس. ده انا اول مره اسمع حته التاكسي دي، يعني عشان بس بعض الناس بتفتكر ان كل واحد فينا بيتولد في بقه معلقه ده. لا لا، دي معاناه يا خبر يا كابتن. الواحد اللي وصل له كابتن مصطفى. انا هقول لك على حاجه كان بيحصل، ان في طلبه بشوفهم قاعدين في الكنبه ورا بقول بقى استاذ سامي ولا تفرق معايا، كنت اركنها ورا باب الجامعه واخش ادي المحاضره بتاعتي. الشغل مش عيب.